فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فتح أهل الميت بابهم لأجل العزاء دون أي منكرات تحدث، هل هو جائز؟ ما ورد هذا أنهم يجلسون في البيت، ما ورد أنهم يجلسون في البيت ويتركون الأعمال، يروحون لأعمالهم ويعزون في أي مكان، في الدكان، في المتجر، في الشارع، في المسجد. نعم، لا حاجة إلى تخصيص مكان للعزاء ويعلن عنه. نعم.